كل الشكر اولا لحضرتك، وانا عارف وقت حضرتك الايام ديت والضغط الكبير جدا، ولكن ايضا تشريف كبير لي صدى البلد واحد ضيف النهارده على موقع صدى البلد. اتفضل يا استاذ احمد. احنا نورتنا معالي الوزير، ومتشكرين قوي على قبول الدعوه، وانا دايما اسمي الوزير خالد بان هو دبلوماسي بدرجه وزير. يعني دايما بيبقى في مشاكل ضخمه قوي قابلتها في الوزاره خلال فتره التواليك، حضرتك قدرت بدبلوماسية تعدي منها، الالتراس بقى، لحل مجلس طاهر، ازمات كتير جدا جدا. انا عايز ابدا مع حضرتك من اخر حاجه، يعني طمنا على موضوع الازمه القائمه حاليا ما بين في الاهلي. اولا انا بشكر حضراتكم جيه، بشكر الاستاذ احمد موسى العني الصديق والصحفي الكبير والاعلامي القدير، وحضرتك استاذ احمد الموقع المتميز. وكمان عايز اقول لحضراتكم بامانه ومش بجامل، الشباب اللي موجود مع حضراتكم في صدى البلد سواء في الموقع او في البرامج او في اي حاجه، الشباب جميل جدا، ومن الشباب اللي انا الحقيقي قريب جدا الى قلبي، يعني بغض النظر عن المهنيه العاليه اللي عندهم. ولما بيجي اي حد فيهم بيكون موجود متواجد معانا بقول لهم لازم اقابله ولازم اشوفه، على طول متواصل معاهم على طول على الفيسبوك وبيبعتوا لي على طول هم اصدقاء، وبسعد بيهم لانهم عمرهم الحقيقه ما خذلوني في اي حاجه. يعني دايما لما بنتكلم لو بطلب منهم بلاش الموضوع ده، يعني حاضر ده ما فيش مشكله حاضر، فهم ملتزمين جدا، مش مساله بقى ناخد كلمه من هنا ونعملها ونعمل اثاره بشكل او اخر، بالعكس ناس عندهم مهنيه عاليه جدا، وانا بقدرهم وسعيد بيهم كشباب مصري الاول قبل ما يبقوا ناس مهنيين وصحفيين واعلاميين. وبشكركم على الدعوه الكريمه دي جدا، وانا تحت امركم في اي اسئله. بالنسبه لموضوع النادي الاهلي، احنا تلقينا خطاب من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بطلب تشكيل لجنه عند لفحص موضوع محدد، هو موضوع بعض الاعانات او بعض التبرعات اللي جايه من اماكن خارجيه، واحنا فعلا درسنا هذا الامر وشفناه، يعني شفنا الخطاب، وان شاء الله يعني بندرسه قريبا في ضوء القانون الجديد. انا بس كل اللي عايز اقوله ان ده طلب من رئيس مجلس اداره النادي، ليس له الصفه الفوريه والسريعه لقرار نيابه، يعني هناك فارق عشان بس ما نقارنش بين اماكن اخرى، ده مش تكليف فوري من النيابة بالنزول فأنا أعمل كذا، ده طلب من رئيس نادي. احنا عندنا أكتر من 1000 نادي بنتعامل معاهم، وأكتر من 6000 مجلس إدارة، وأحيانا كثيرا جدا بيجي لنا طلبات من أندية أو من مراكز شباب أو من اتحادات بتطلب مننا ان احنا نروح نبص على موضوع معين. طبعا النادي الأهلي مش زي أي نادي، الأهلي نادي صاحب شعبية كبيرة، لكن في نفس الوقت احنا بنشوف ده في إطار العمل اللي موجود عندنا، وما هوش يعني حاجة بالنسبة لنا لازم تتعمل خلال 24 ساعة أو 48 ساعة، فاحنا حطينا في إطار العمل العادي، وان شاء الله هنروح وهنشوف كل اللي طلبوا او يعني المطلوب النادي الاهلي مننا هننفذه ان شاء الله خلال الايام القادمه. لجنه من الوزاره ولا مديريه الشباب؟ لا هو الجواب النادي الاهلي واضح بيقول لك انا عايز لجنه من الوزاره تيجي تبص على حاجات محدده، يعني هو محدد حتى الحاجات دي كلها، فاحنا يعني ده مش هو مش طالب حاجه معينه، مش محدد من منين في الوزاره حتى من المديريه او حاجه، فاحنا بندرسها في الاطار العام، ايه هي الحاجات اللي هو طالبها، ايه الجهه اللي تروح تشوف الطلب بتاع النادي الاهلي، هل هذا الموضوع هيتم في التفتيش في الوقت العادي خالص زي ما بنعمل كل كام شهر ويشوف الموضوع ده فيه، ولا محتاج لجنه ملحه عشان نطلع بقرارات معينه، هل هذا الموضوع يعني ليه تاثير على التفتيش الدوري اللي بيتم ولا ملوش تاثير على التفتيش الدوري اللي بيتم، هل ده يعطل اي سير عمل في النادي الاهلي لو احنا ما رحناش النهارده او بكره الصبح او بعده، هل في اي حاجه تتوقف في النادي الاهلي، نشاط يتوقف بشكل معين، ما حدش يقدر يسبب، ده موضوع ملوش اي علاقه، ده موضوع بحث فيه اوراق موجوده على مدى شهرين ثلاثة فاتت، فما عندناش فيه صفة الاستعجال بشكل سريع جدا، لكن حطيناه في إطار العمل العادي. يعني الناس عايز تسمع من سيادتك، ونفتح المجال لزملائنا محمد صلاح وآخر تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح، والاتحاد الأوروبي النهاردة بيقول إن مفيش حد قدم لنا شكوى، ربما هل وارد إن احنا نتقدم بشكوى ضد راموس وتعامد إزاء محمد صلاح؟ لا، بالنسبه للشكوى الرسميه ما اعتقدش ان في اي جهه تقدر تتقدم بشكوى رسميه، دي الا اتحاد الكوره، يعني هم الاتحادات العالميه وسواء الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا ما بيتعاملش مع حكومات وما بيتعاملش كده، وبيتعامل مع اتحادات رياضيه منتخبه معترف بيها، وانا لا اعتقد ان اتحاد الكوره هيتقدم بحاجه يعني ان في تعمد اصابه او اي حاجه، لان مفيش برضو ادله واضحه جدا على هذا الامر، يعني هي طبعا لعبه شكلها صعب واحنا تاثرنا جدا وكل حاجه، لكن لا اعتقد ان في شكوى رسميه هتطلع من الاتحاد المصري لكره القدم او من نادي ليفربول، يعني هو ممكن كان نادي ليفربول يبقى هو النادي الاول لان ده اللعيب بتاعه في الماتش بتاعه، فنادي ليفربول هو اللي يشتكي او يقول حاجه زي دي، ولكن كشكل حكومي او شكل
دولة يعني الأمور دي ما بتتعملش كده مع الاتحادات الدولية سواء في الفيفا أو في غيرها أو في اللجنة الأولمبية الدولية. فلا أعتقد أن هناك شكوى رسمية، إنما ممكن بقى في إدارة الدبلوماسية الشعبية ناس بتبعت على مواقع التواصل الاجتماعي، ناس بتبعت كذا، لكن ما أعتقدش أن هيكون في حاجة رسمية يعني. أما بالنسبة لإصابة محمد شخصيا، أنا أولا يعني كمواطن مصري زعلت لمحمد أكتر ما زعلت على محمد، لأن أنا زعلت لمحمد لأن محمد كان نفسه أكيد هو كشاب مصري كان نفسه يلعب 90 دقيقة ونفسه يشارك مع فريق ليفربول في أنهم يفوزوا بالبطولة، فهو ده حلم كان بالنسبة له. فالإصابة ديت الناس بصلها أن احنا كده محمد مش هيقدر يلعب معانا مثلا في المنتخب أو مش هيقدر، لكن أنا بصيص له هو يعني، أنا ساعته شفت دموعه، أنا عارف هو عنده طموح البشري الطبيعي، أكيد هو كان عايش في حلم أيام كتيرة قبل المباراة بيحلم أن هو يسجل لفريقه ويحمل الكأس ويبقى دي حاجة. فهو حس أن ساعة ما كان على الأرض أنه هذا الحلم اللي بيحلمه بقاله فترة بيروح منه. فانا اول كنت زعلان له وحاسس بيه يعني شاب من ابنائنا الشباب اللي يعني نفسه يحقق هذا الحلم. وطبعا ربما يكون وهو على الارض او هو خارج من الملعب كان بيفكر ايضا، طب ده انا فاضل لي مثلا 3 أسابيع على كاس العالم، يا ترى الاصابه دي هتبقى ايه. فانا حسيت محمد صلاح اللي عنده حلم انه يفوز ببطوله اوروبا وعنده حلم انه يكون هداف كاس العالم كمان وليه لا، فانا كنت الاول حاسس بيه وحاسس بشعوره. ثم بعد كده طبعا بقى كمواطن مصري ومشجع لمصر يعني حسيت ومسؤول كمان، فأنا حسيت بشكل أو بآخر إن ده ممكن موضوع يأثر على منتخبنا وعلى قوة منتخبنا. ومش حاجة عيب أبدا لما نقول إن منتخب بيتأثر بلاعب، ياما منتخبات عظيمة جدا تأثرت بغياب بيلي مثلا سنة 66. بيلي لعب 4 كأس عالم على فكرة وهو في المنتخب، 58 62 66 70 اشترك 4، الثلاثة اللي لعبهم كسبوهم البرازيل، اللي أصيب فيه ما خدوش البرازيل، يعني كاس العالم الوحيد اللي أصيب فيه بيلي من الأربعة اللي لعبهم البرازيل ما خدتوش وخدوا الثلاثة التانيين لأنه كان نجم. كذلك مارادونا قدر لوحده يمكن يشيل فرقة الأرجنتين سنة 86 ويوديها تاخد كاس عالم، ويمكن ما كانتش الفرقة الأولى وما كانتش الفرقة المرشحة، لكن إمكانيات لاعب من دور الثمانية لغاية الفاينل يوصل فرقة يكسبها الثمانية والسيمي فاينل والفاينل كان مارادونا. فهذه الفرق الحقيقة يعني ممكن لما تعتمد على اللاعب دي مش قصور في المنتخب، ولكن دي ممكن تكون كفاءة للاعب بيظهر يعني. فعلى هذا المستوى الحقيقة كنت قلقان، لكن الحمد لله يعني طبعا نتيجة الأشعة كانت مطمئنة، لأنه كان هناك عدة احتمالات، احتمال يكون في شرخ، احتمال يكون في كسر، احتمال يكون في خلع،